وبموازاة ذلك تظاهر العشرات خارج مكان الاجتماعات بفيينا احتجاجا على ما يرونه عدم اكتراث من المجتمع الدولي بمأساة الشعب السوري. وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من تعثر العملية السياسية وعدم جدوى الجهود الدبلوماسية في إيجاد مخرج للأزمة السورية. كما هتف المحتجون بشعارات مناهضة لمشاركة إيران وروسيا في المحادثات باعتبارهما أقرب حلفاء نظام الأسد.